فريق الأول لكرة السلة بيتدرب دلوقتي، التدريب طبعا بدأ وده استعداد لمباراة الأولمبي في ترتيب المراكز السابع والثامن، واللي هتتلعب يوم الأربع اللي جاي بإذن الله في اسكندرية. فريق هيتدرب بكرة الساعة 2 على صالة النادي، وبعدها هيسافر اسكندرية علشان يبقى هناك طبعا استعدادا للمباراة. طبعا نتيجة الماتش مش هتفرق كتير، خصوصا وان الفرق الثمانية كلهم هيلعبوا في دوري السوبر، يعني خلاص يعني انت لو ما خدتش البطولة يبقى كل الماتشات بعد كده تحصيل حاصل، بروفة بقى قوية بترتب فيها اوراقك علشان دوري السوبر، اعتبرها ان هي مباراة بتشتغل فيها على نفسك، يعني تدريبات قوية شوية علشان تبدأ دوري السوبر صفحة جديدة تنسى فيها كل اللي فات. انا دايما بقول خلاص بقى دوري المرتبط صفحة واتقفلت، اقفل الصفحة، خد سلبياتها وعليكها، اشتغل على ايجابياتها قوي وبرزها اكتر، عالج السلبيات، يعني هو ده الموجود دلوقتي. ف مباراه سابع وثامن اكيد نادي الزمالك ما بيلعبش على سابع وثامن، الثمانيه طالعين دوري السوبر، لكن خلاص ده الموقف اللي احنا فيه، وكل الدعم والتوفيق لاولادنا. احنا دايما هنا في قناه نادي الزمالك هنكون بندعم ولادنا، مفيش حاجة اسمها ان هنطلع نقطع فيهم، هنعاتب عتاب خفيف، هننتقد انتقاد بناء، ولكن الانتقاد الهدام او كل الحاجات دي هتبقى صعبة شوية شوية. قاعد بقى اقول لك ركز في تخليصك على الكورة، ركز ان ما يضيعش منك شوت، ما تدخلش في مشادات جانبية، مش عارفة ايه الحاجات اللي هي كلها انتقادات بناءة، هنشتغل على ده. قناة نادي الزمالك هي الداعم الأكبر لنادي الزمالك طوال الوقت، لكن فكرة إن هنهدم هنهد مش هنقدر نعمل ده بالتأكيد. فكل الدعم والتوفيق لفريق السلة، ويعود مرة أخرى للبطولات ولمنصات التتويج بإذن الله من جديد.